هاي المصاري يسلموا ايديكم. العفو مدام، هذا واجبنا. تعا خذ حسابك، لسه قدامنا في شغل كتير مشان ما نخربط الحساب. تسلموا معلم. يلا لملموا العده، خلونا نروح. معلم اسمح لي 5 دقائق، ما بطول. روح لا تتاخر. شكرا. هذا البوط قديش حقه؟ 3500. هذا جلد طبيعي كتير عملي، بنصحك تاخده. ما بتراعينا شوي؟ اذا بدك يا بخصم لك 500. ماشي رح اخده. قديش النمرة؟ ما بعرف قديش، دقيقة بسأله وبقول لك. كريم امي حبيبتي، في حدا جنبك؟ لا، ليش السؤال؟ لحالك بالبيت؟ الكل عند المعلم سرور، شو في؟ لقيت بوط هون بمحل قريب من مكان شغلنا، بدي اشتري لفاطمة. والله فكرة حلوة كثير ابني. أنا بدي آخذ لها إياه بس ما بعرف نمرة رجلها. أنت بتعرفي قديش نمرتها؟ شو بيعرفني؟ دقيقة خليني أشوف سكربينتها. لشوف إذا في إلها سكربينة هون. إيه هي. لقيتها كريم، استنى شوي. اجرة صغيرة كتير. ها على قد اجري. مقاس رجلي 37، بس خذ 38 ماشي؟ لا ترتاح فيها. طيب ماشي 38. مو كبيرة؟ لا ما حتكون كبيرة، هلا الدنيا شتوية ورح تلبس جرابات سميكة. رح اجيب لها 38. هيك كتير منيح، هي بحاجة لهيك شي. معك حق. هلا رايحة اخذ الخلطات لعند العطار، وبالرجعة رح اشتري معي هدايا للكل من شي محل، يعني انت لا تحسب حسابه. ماشي ماشي، مع السلامة. مع السلامة، دير بالك على حالك حبيبي. فهمي، أنا رايحة على البنك ابني. خاطركم، الله معك، بكرة بنشوفك. مع السلامة. اسمع لمعي، روح على الفرن جيب لنا كم رغيف خبز تازة. ماشي حبيبتي، بتمري. ليك لا يعطوك من تبع مباري. لا تخافي. انت ما رحت على اليولين؟ ليش شو في؟ مغشمي حالك وعم تسألي كمان؟ شو عملت؟ اسمعيني، ليش عم تعطي وش للصبي؟ شفته هو عم بينادي ليك. لشو هالحكي؟ لا تنكري، شفتكم بعيوني، شفته عم بيشاور لك لتجي لعنده. عطاكي شي وحطيتيه بجيبتك كمان، فرجيني شو عطاكي. لتكوني بدك تخوني لكريم كمان؟ ها؟ هات الرسالة اللي عطاك اياها، شفتك اخذتيها. لك شو رسالة؟ ما رسالة مرت اخي، اعطاني رقم رفيقته مشان اتصل له فيها. ايه لا، لساته عم يفكر فيها؟ ايه قال لي اتصلي واعزميها على الحفلة لهون. وما ضل حدا غيرك ليتصل فيها يعني؟ ايه حلي مشاكلك بعدين فكري تحلي مشاكل الناس. ايه خلص اف، بطلت بحكي معها. وقفي واسمعي اللي بدي اقول لك اياه كثير منيح. اذا دريت انك اتصلتي فيها بشرشحك. اهل البنت متعصبين وبدهم يجوزوها لغيره، وإذا دريوا إنك تدخلتي ما رح يحلوا عنك. ما بصير تتدخلي بهيك قصص، بعدين بيتركوا بنتهم ويستلموكي. ليه؟ شو مو عاجبك كلامي؟ ها؟ شو نسيتي إنه أنا اللي أنقذتك من الفضيحة؟ وقفي. مو ملاحظة إنه قصة هالبنت بتشبه قصتي؟ مهبولة. شوفي لي الفاصولية إذا استوت. لا لسه بدها. يو شو قصتها؟ ليش ما عم تستوي مع إنه نقعناها؟
الشوربه صارت رح اطفي تحتها. اطفي. طعمتها طيبه عجبتك؟ كريم جابها بيعرف انك بتحبيها. شو بكي؟ ليش قصيتي؟ بدك تبلعي كثير شغلات، رح يصير لك سنه هلا، تجوزت الصيفيه الماضيه. بكفي حلي عني. ما حذرتي ما رح حل، كلي لك حبه ثانيه. ميسر انت رح يجهز الاكل مرجع. يلا تعالوا على الاكل، رح اسكب لكم شوربه. ماشي فوت. ست مريم. فوتي فاطمه. ما بتقعد على السفره بلاها، ما بترتاح. قومي الاكل جاهز. شو هدول؟ هدول هدايا راس السنه لعيد ما بيكمل بلاهم. ورجيني. كنت رح اعطيكم اياهم بعد ما ناكل، بس ما دام شفتوهم يلا معلش. هدول لنا؟ ايه لياتا؟ خذوهم على المطبخ بنفتحهم هني. ليش عذبتي حالك ست مريم؟ لا عذاب ولا شيء، شوية هدايا بسيطة. خلينا نبدأ أول شيء بمراد، خود هاي هديتها. تعبني. ليك يلا إلا شكرا. شكرا للخالة مريم. شكرا خالة. هدية حلوة كتير. ولها جهاز تحكم كمان. ايه حلوة كتير، نلعب فيها مع بعض. فيها بطاريات. يا ست مريم كنت جبتي السيارة للمعي كمان، شايفتي قديش انبسط. تعبها بحط لها بطاريات. يلا استنى لسا ما خلصوا. وهاد إلك مراد نيالة. خليني شوف إذا طلع كبير عليه فينا نبدله كمان. ماشي أبيك شو السنة الجاية مو مشكلة. شكرا لإلك. البس لشو. ها ياسو بالضبط، هاي هديتك انتي. كتير عجبتني شغلة الهدايا هاي والله. تعلم لمعي، تعلم منها. شو فيها؟ السنة الجاية أنا بجيب لكم. هاي هديتك، شو فيها؟ إن شاء الله بتعجبك حبيبتي. يا الله شو حلو. يسلموا ايديكي. والله انا جبته هيك، انت اذا ما طلع على قياسك مو مشكله ببدل لك اياه. قياسي بالضبط. حلو كثير. هاي كمان الي. ست مريم عن جد ما كان في داعي تكلفي حالك، شكرا كثير. والله ما قصرتي. طلع القميص على قياسك مزبوط. ايه على قياسي. خليني روح جرب البلوزة. وهدول شوفي بقلبهم كمان. اوه كل هذا إليك؟ ايه طبعا، انت بتكوني كنتا. فاطمة شوفي شو رأيك؟ بجنن عليك. شكرا ست مريم. العفو ابني، كثير لابي لك القميص، طلع على قدك تهري بالهنا. هيك كثير ست مريم. ولا يهمك، يعني انا كل يوم بشتري لكم، كانوا عاملين تنزيلات لهيك اشتريتهم بنص حقهم، ما كلفوني كثير. اف القبة كثير ضيقة، ماني متعودة على هيك بلوزات. إذا بدك منروح على المحل ومنبدلها بوحدة على ذوقي. يا ريت، لأنه بحس نفسي عم بضيق لما ألبس هيك بلوزة خنق. خلص فهمت. يسلموا دياتك، عذبناكي معنا. ها ان شاء الله كريم كمان يكون فهمان مثلك ويشتري له كم هديه لمرته. يعني ما فيكي الا تنزعي لي مرائي، وخاصه لما بتشوفيني مبسوطه. ليش انا شو حكيت عيني؟ مو لمصلحتي. يا الله هذا فوق ماني قاعده عم فكر بمصلحتها. خلص خلصنا، يلا خلونا نقعد على السفره وناكلنا لقمه. عيدي ست ميسر، يلا رح يبرد الاكل.